مباشرة نعرج إلى الأستاذة المحترمة الملقبة بمفخرة جامعة محمد الخامس بالرباط الدكتورة بشرى البداوي، أستاذة التعليم العالي كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس المملكة المغربية. الموضوع: اللغة العربية في زمن العولمة، إشكالات واقتراحات. هذا موضوع ليس بالهين، نتمنى من الله سبحانه أن يكون هينا على الدكتورة. تفضلي. شكرا سيد رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه ومن والاه. لغتي كالدم تجري في عروقي فهي نبض يقيني. هذا هو شعار المركز الذي أتشرف بإدارته، مركز ابن رشد للدراسات اللغوية العربية، ويطيب لنا المشاركة في هذه الندوة العلمية إلى جانب هذه الثلة الطيبة من القامات العلمية الوازنة كل باسمه وصفته. ولا تفوت الفرصة لشكر من أشرف على تنظيم هذه الندوة، وفي مقدمتهم سعادة الدكتورة يسرى القائم بأعمال الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى وطن الحبيب المملكة المغربية، وفضيلة السيد عبد الله عزوز. فللجميع شكري وامتناني ووافر عرفاني. وبعد، فموضوعي كما تفضلتم يحمل عنوان: اللغة العربية في زمن العولمة، إشكالات واقتراحات. فلا جرم أن الحديث عن اللغة العربية يصرفنا صوب الحديث عن التواصل بمختلف أنواعه، ومنه التواصل الحضاري في أوسع تجلياته. أولم تحد اللغة قد كان ابن جني المتوفى سنة 92 و300 للهجرة بقوله: أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فما بالك إذا كان هذا التعبير يقتضي مجموعة من صنوف التأهيل، بما فيها التأهيل الصوتي بمعنى إجادة التلفظ بها في عملية التواصل، التأهيل الهوياتي بما يخص الإيمان بأهميتها وإنشاء التعلق بها باعتبارها لغة الأمة وعنصراً رئيساً من عناصر هويتها، خاصة وأن اللغة كما قيل هي التي تشد أبناءها إليها وتعزز في نفوسهم شرف الانتماء. التأهيل التداولي عبر الاجتهاد في تنزيلها على أرض الواقع من خلال إكساب الناطق بها إلى جانب الناطق بغيرها المقبل على تعلمها القدرة على تفعيل جريانها على لسانه في ضوء احترام سننها. التأهيل التعبيري التواصلي بما يحكم الإلمام بتقنيات التعبير بها والوعي بوظائفها ومدى تأثيرها على المتلقي، وذلك بالموازاة مع العمل على تنمية المهارات الذاتية وتحصيل الكفايات المعرفية اللازمة لتحقق التعبير بها بناء على ذكاء حاصل ووعي قائم وفكر متقد. علما بأن التلفظ باللغة له سنن ضابطة ترجمتها قواعد مقيدة لاستعمالها ينبغي أن تحترم، فهي قانون اللغة سطرت من قبل علماء اللغة وفقهائها انطلاقاً مما أضحى يعرف بعلم الأصوات أو الصوتيات الذي يخول إدراك مخارج الحروف وصفاتها بقصد الالتزام بها، علم تصريف هذه الأصوات واشتقاقها الذي من شأنه ضبط احترام ما تتصرف إليه من مواد أو يشتق منها، علم التركيب أو النحو الذي يفضي بالعالم به إلى الوقوف على ضوابط التركيب في هذه اللغة الشريفة أو النظم الذي كما تجلى في القرآن الكريم وفي لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، علوم الفن أو فنون البلاغة بأنواعها التي تتجلى من خلالها صياغة الكلام من حيث البيان والمعاني فضلاً عن المحسنات البديعة، وغيرها من بوابات العلم التي لا يتسع المجال لتفصيل القول فيها، التي انتظمت ضمن علومها والتي تعين على إجادة التواصل بها بمختلف تجلياته، تعارفاً كان أو حواراً أو سجالاً أو مجادلة أو نقاشاً،
مما يفضي إلى الكتابة بها إنشاء وتحريرا فتحصيل ثمار أو ثمار البحث العلمي خدمة لهذا الإنسان وإسهاما في تنمية مجتمعه وتقدم واقعه. فمن التواصل كما تعلمون سادتي ما يعبر إلى الذات فيوصل الذات بالذات نفسها، أي المتواصل بنفسه مما قد يحصر في نطاق التعبير، ومنه ما يوصل الناطق بها والمعبر عن أغراضه عبرها بالمحيط الخاص فردا كان أو جماعة، ومنه ما يقتحم المحيط العام ليسري في فضاء أوسع بواسطة مشاركة اللغة ذاتها أو عن طريق الترجمة كما تفضلت الأستاذة الدكتورة يسرى. وهنا وفي السياق السابق كله تطرح مجموعة من الإشكالات يمكن الإحالة إلى بعضها احتراما للوقت. إشكال يخص التأهيل الصوتي لدى المتحدث الأصلي بهذه اللغة أولا وقبل غيره، ففي إطار واقع الثنائية أو التعددية اللغوية التي تشهد أغلب المجتمعات الإسلامية اليوم، حيث تتوزع الذوات المعبرة بهذه اللغة كما في المغرب مثلا بين لغة القرآن والحديث ولغة الهوية الوطنية الأمازيغية واللهجات بحسب المناطق، فضلا عن اللغات الأجنبية المعتمدة في مجال التربية والتعليم وكذا المتفشية في الواقع العام مما ينعت باللغات العالمية، تقتحم هذه اللغة يوما بعد يوم أصوات مستجدة كالباء بي باوربوينت باسورد إلى غير، والفاء في كوفيد فيروس، والجيم غين أو قاف جوجل وغيرها. كما طفت على سطح الاستعمال طرق نطق خاصة كثيرا ما لا تحترم فيها ضوابط النطق بالصوت العربي نحو اختلاف تلفظنا مثلا بالإنترنت، فإذا كانت المرجعية فرنسية إنترنت، وإذا كانت المرجعية إنجليزية إنترنت. ولا أدل على ذلك من تراجع النطق أيضا بثلاثة من الحروف المعجمة الثاء والذال والضاء المشالة. إشكال آخر يتعلق بمعجم هذه اللغة وما استجد فيه من مواد لغوية، رغم أنه قد يعد غنى لها ومن باب الحفاظ على استمراريتها، نحو ما يعرف بصيغة بنك إلكتروني، رسائل إلكترونية، ليسونس، ماستر، دكتوراه، أستاذ، دكتور. وإشكال يتعلق بأثر الاشتقاقات والتصريفات المستجدة في هذه اللغة، مما قد يعتبر حلولاً للمواكبة والتواصل بين الأمم والشعوب، نحو ما تعرف به مسميات العلوم، فيلولوجيا، سوسيولوجيا، أنثروبولوجيا، جيولوجيا، تكنولوجيا، وكوديكولوجيا، أما ترجم هذا الأخير بعلم الاكتنائي العربي الإسلامي أو علم المخطوطات، وغيرها من المصطلحات بما يعتبره البعض من قبيل انفتاح اللغة وتطورها، وينظر إليه البعض الآخر من باب ملاحظة تأثير ذلك على هوية هذه اللغة وعلى أصالتها. إشكال يتعلق بتراجع ضبط خصائص هذه اللغة وفي مقدمتها الإعراب في سياق الدعوة إلى تبسيط القواعد جملة وتفصيلة نحوا وصرفا وبلاغة وغيرها. إشكال يتعلق بتراجع القدرة على التعبير بها والتحرير في خضم التجاذبات اللغوية واللهجية، فأصبحنا نادرا ما نصل إلى مستوى، يعني قد نحقق الفصاحة ولكن نادرا ما نصل إلى إدراك مقام البلاغة بفعل تلك المفردات المهجورة والتعابير التي أضحت تنأى عن تبين معناها الأفهام وقد تمجها الأسماع بفعل الهجران مما دخل في نطاق غريب اللغة. إشكال يتعلق بالتفاوت الحاصل بين الأمم والشعوب مما يخص ما وراء اللغة، أخذاً بعين الاعتبار ما تترجم هذه اللغات من قيم، ما تعبر عنه من حضارة، ما تنطق به من خصوصيات، فوراء كل لغة أمة، وبالتالي فتعلم أي لغة يرمون عبر التعرف على هذه الأمة وحضارتها. وهنا تحضر علاقة الذات المتلقية من خارج محيط اللغة باللغة الوافدة عليها وما تحمله من فكر وثقافة وحضارة وقيم، مما يستدعي تأهيل الذات الذي دعا إليه جملة من الأساتذة، تأهيل الذات لاستقبال اللغة والعمل على جريانها على الألسن بحسب الأغراض ووفقا للمقاصد بمنأى عن الاستلاب الفكري وغيره. إشكال يتعلق بالكتابة المستجدة للغة وذلك من قبيل ما نشأ على مواقع التواصل الاجتماعي وتبدأ في الرسائل الخاصة الرقمية غيرها، حيث تعتمد كتابة العربية بالحروف الأعجمية، علم الرسم أينه؟ لا شك أن منطقة التعايش بين الأمم والشعوب
يفرض الانفتاح على اللغات من أجل التواصل، كما أن واقع العولمة فرض ذلك بفعل التفاوت الحاصل في مستويات التقدم العلمي بينها. هذا التقدم الذي من جملة ما ينتج عنه فرض تعلم لغة الأمة القيدومة في المجال العلمي ومن الاقتصادي والسياسي على غيرها، وخاصة بالنسبة للأمم التي ترغب في المواكبة والاستفادة. فمفاتيح الحاسوب ذات المرجعية الفرنسية، نجد للاعتماد إحالة مرجعية، لا بد من النقر على ريفيرونس، وكوبي نقل، كوبي قطع، كولي إلصاق وغيرها، مع الحرص على عدم الوقوف عند حدود الاستهلاك اللغوي فحسب، والعمل على استثمار اللغة الوافدة في التجاوز والاتجاه صوب التوظيف المثمر ولنا في الحركة الاستشراقية ونفادها إلى عمقنا، أعماق أصولنا العربية، بمناهج متطورة وأهداف مركزة ومقاصد محددة خير دليل. وبذا فأهمية اللغة لا تنفصل عن مستوى تقدم أمتها كما سبق، ويظل التداول بها ولها ومنها من أهم ما يضمن استمرارها والمحافظة عليها، خاصة إذا احتكم إلى وازع محفز كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية، ألا وهو الوازع الديني المحفز للاجتهاد في طلب العلم، في إنتاج العلم وتصريفه من خلال تشجيع على البحث العلمي عبر بناء الذات المسلمة الباحثة العالمة المبتكرة المبادرة المشاركة المفعلة المحركة للتنمية عبر مختلف تجلياتها وانطلاقا من منافذها المتعددة. وإذا ما اختصرنا القول لننتقل إلى الحديث عن بعض المقترحات في سياق تدبير استعمال هذه اللغة اليوم في عالم العولمة والطفرة الرقمية والرقمنة، فسنجد أنفسنا بين أمرين اثنين، أولهما حتمي وثانيهما ضروري. فأما الحتمي فهو العمل على ترسيخ الهوية اللغوية الأصلية في الناشئة أولا، أي ترسيخ اللغة الأصل الناقلة للمرجعية الدينية وكذا تلك المعبرة عن الهوية الوطنية، عبر إنشائهم على حب اللغة والتعلق بها وتدبير التخطيط والتنزيل لما من شأنه أن يفضي بهم إلى العلم بها وتحقق تملكهم لها واقتدارهم على تصريفها بوعي وافتخار واحترافية، وخدمتها بالرفع من مستوى التعلم والدفع بهم للإسهام في الإنتاج المعرفي، وكذا خوض غمار التنافس في مجال البحث العلمي بهدف اللحاق بركب التقدم العالمي في ظل الاستناد إلى أسس اكتساب المهارات اللغوية الرئيسة، الاستماع بدرجاته والقراءة بمستوياته والتواصل بشروطه والكتابة بمراحلها. فاللغة كما جاء على لسان الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السلامي تقدم بتقدم أمتها. شكرا. أما الضروري شكرا ففتح المجال لتعلم اللغات قصة تبليغ اللغة الأم أولا. ويكفيني نموذجا في هذا المقام تلك الكلمة الرائدة والفريدة التي ألقاها الملك محمد السادس نصره الله، والتي تحدث فيها خلال كلمته في حق الاستقلال للبابا بأربع لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وكذا يكفيني فخرا أعلام الرواد من بلادي الذين أسهموا ويسهمون في نهضة هذه اللغة ونمو الفكر والثقافة بها، ألا وهو الأستاذ الجليل سيدي عباس الجراري عميد الأدب المغربي الذي يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق. إذن خلاصة القول كتوصيات من أجل كل ذلك ومن أجل كل ما سبق، واحتراما للوقت ونحن في هذا اليوم العالمي في صدد الاحتفاء باليوم العالمي للغة الذي تميز هذه السنة بإقدام كوريا الجنوبية على اعتماد اللغة العربية اللغة الرسمية الثانية بالبلاد، أدعو بهذه المناسبة المجامع اللغوية العربية ومختلف المؤسسات والمعاهد ومراكز التعليم والبحث إلى وضع ميثاق عالمي لتطوير اللغة العربية والنهوض بها وتيسير استعمالها ونشرها ومساعدة الناطقين بغيرها على تملكها في إطار برنامج عالمي دائم ومستمر. أدعو أيضا إلى وضع معاجم متجددة محينة تكون في متناول الناشئة في مختلف بقاع العالم وتساعد على تعلمها واكتساب مهارات التحدث بها والتواصل والكتابة. أيضا وضع برنامج تعميم استعمال اللغة خلال العشرية القادمة في كل مجالات المعرفة وكافة التخصصات وفي مجال البحث العلمي المعمق، بحيث تصبح أداة التواصل الأساسية الأولى ووسيلة التعبير المثلى إحياء لدورها في خدمة العلم والثقافة
والفكر والحضارة. ولا تفوتني الفرصة لدعوة أيضا إلى ما دعت للأستاذة الدكتورة يسرى إلى تعزيز مجالات الترجمة لتسريع وتوسيع نطاق حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية. كل هذه الدعوات وبدا أختم والمقترحات هي من أجل استنهاض الهمم العالية والإسهام في تحفيز القرائح التواقة إلى بناء مستقبل مشرق لأمتنا وحضارتنا وتراثنا وثقافتنا التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الثقافة الإنسانية والتاريخ الحضاري المشترك بين الإنسانية جمعاء. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله دكتورة بشرى البداوي، كنت أعتقد أن لقب مفخرة جامعة محمد الخامس كان من أجل المحاباة من طرف طلباتك، ولكنك أثبتت فعلا أنك مفخرة وأنك فعلا تستحقين تسير مركز ابن رشد للدراسات العربية. ونتمنى أن تخرج هذه التوصيات الجد الهامة والتي ستلحق بباقي التوصيات